اقتناعا منا بان التمكين الاقتصادي للماء رافعه اساسيه لتحقيق التنميه المنشوده، اطلقت الحكومه عددا من الخطط والبرامج، من بينها برنامج التمكين والرياده للماء في اطار الخطه الحكوميه للمساواه 2023-2026 الذي حدد اجراءات عمليه للرفع من نسبه نشاطها في افق 2026 والتي ستتم برمجتها الميزانيه برسم سنه 2024. كما اطلقت الحكومه بفضل المجهود المتميز لوزاره التضامن والادماج والاجتماعي والاسره برنامج جسر للتمكين والرياده والذي يشكل لبنه اساسيه ضمن استراتيجيه جسر الهادفه الى تسهيل ولوج المراه الى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 21-26 مما سيساهم في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق مغرب التقدم والكرامة ويعزز المساهمة والرفع في نسبة نشاط المرأة.